قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى، إن من أدوات التوكيد، فهو أبلغ من قوله الرقى والتمائم والتولة شرك. وقوله الرقى المراد منها الرقية الشركية. ولو قال قائل ما هي الرقية الشرعية الجائزة، نقول هي التي توفرت فيها هذه الشروط الآتية: أولا أن تكون باللغة العربية، فلا تجوز الرقية بغير اللغة العربية ولو عرف معناها، فليس من شعار المسلمين أن تتخذ ألفاظ العجم في المحادثة بين الناس فضلا عن استخدامها في الرقية. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، كما جاء عند أبي داود. ثم إن كلماتهم وألفاظهم قد تتغير في حين من الأشياء، فيراد من هذه الكلمة معنى في وقت دون وقت آخر، فهي ليست منضبطة كما هي اللغة العربية. فاللغة العربية باقية لما؟ لأنها مرتبطة بالقرآن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتشرفت اللغة العربية بهذا الشرف لأن القرآن نزل بلغة العرب. الشرط الثاني أن لا يكون فيها شرك، كأن يستغاث بغير الله أو أن يتبرك في ثنايا الرقية بشيء لم يجد الشرع التبرك به، قوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الشرط الثالث أن تكون مفهومة، فلو كان يرقى باللغة العربية لكن جمله التي يقولها في الدعاء غير مفهومة فإنه لا يجوز، لأننا لا نأمن أن يكون فيها شيء من الشرك. ولذا الرقية التي فيها طلاسم سواء كانت مكتوبة أو متحدثا بها لا يجوز الرقية بها. الشرط الرابع: إذا توفرت الشروط السابقة فلا يجوز له أن يعتمد عليها، بل يجعلها سببا مع اعتماد قلبه على المسبب وهو الله عز وجل، فيعتمد على الله ويأتي بها على أنها سبب لا أنها مؤثرة بذاتها. ومن ثم فإن بعض العزائم، وهي تسمى عندنا بعزائم، وهي الآيات أو الأدعية النبوية المكتوبة بزعفران، يجب استخدامها أن تكون واضحة، فلو كان معظمها واضحا إلا نذرا يسيرا فلا يجوز، كل ذلك من باب سد الذرائع. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى، المراد منها الرقية التي اختل فيها شرط من شروط الرقية الشرعية. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، وكان جبريل يرقيه أيضا، فكان يرقي ويرقى عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا هل تطلب الرقية أم لا، مر في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله عليه الصلاة والسلام: في 70,000 هم الذين لا يسترقون. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى، هل إذا دخلت على الكلمة فالأصل أنها تفيد العموم، فلولا ورود أدلة تخرج الرقية التي اشترطنا لها شروطا لكانت كل الرقى شرك، لكن هذا العموم مخصص بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: والتمائم، التمائم سبق معنا تعريفها، وأل هنا تفيد العموم، ومن ثم يستدل بها على أن كل التمائم سواء كانت من القرآن أو لم تكن من القرآن فإنها محرمة لعموم النص. وسيأتي معنا خلاف العلماء في هذا، في قول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. وسنذكر عندها بإذن الله النزاع الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. وقوله: والتولة، التولة شيء يصنع، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها، وهذا ما يسمى بالعطف، وهناك ما يسمى بالصرف. فالصرف كما قال عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذا هو الصرف، فيعمل عمل لكي تصرف الزوجة عن زوجها والزوج عن زوجته،
فلا يبغي أحدهما الآخر. وأما العطف فكما ورد في هذا الحديث، وذلك كأن تكون المرأة مصروفة أو الزوج مصروفا عن زوجته وليس هناك وفاق بينهما، فأرأت المرأة أن يكون تحت إمرتها وفي تصرفها فتعلق هذا الشيء حتى يحصل لها مقصودها، هذا هو معنى التولة. ويدخل ضمن التولة الدبلة، وهي دبلة الخطوبة عند البعض إذا قصد منها أن بقاء هذه الدبلة يكون بقاء للمودة بينهما، وإن لم تكن هذه النية موجودة فإن فيها تشبها بالنصارى فهي محرمة، فإن أضيف إليها هذا المعتقد فهو شرك. فإن أضيف إلى هذين الشيئين كون هذه الدبلة من الذهب زاد التحريم تحريما، لأن الذهب لا يحل للرجال.